على كلامك دكتور أشرف، ما هو رأس المال الفكري لو كان في الثلاث محاور اللي حضرتك قلتهم أو الثلاث أقسام تمام. هو ده اللي هيجيب فلوس طبعا. أنا هنتقل بقى لحضرتك لأنه لو طبعاً. أنا ما عنديش هذا النظام بالتلاتة سواء بقى بتكلم على بشري، سواء بتكلم على تنظيمي أو على علاقات بالزبط. يبقى أنا كده في خلل ما في هذه المؤسسة تمام. والخلل ده هيؤدي إلى فشل هذه المؤسسة تمام. إنما تمام. المؤسسة عندها التلاتة دول ناجحين هيبقى عليها. حدي لحضرتك بقى أمثلة. أيوة يا ريت أمثلة بقى تطبيقية يا ريت من الواقع عالميا يعني تمام. يعني إحنا عندنا دلوقتي يعني التوب 10 للشركة أو يعني أقصى أفضل قيمة أفضل 10 أفضل قيمة سوقية لعشر شركات، واخد بال حضرتك؟ منهم خمسة بس بيشتغلوا في الأي تي أو تكنولوجيا المعلومات. خمسة وتكنولوجيا المعلومات دي كلها بتعتمد على الفكر. هم 10 منهم سبعة في تكنولوجيا المعلومات، الخمسة الأولانيين كلهم تكنولوجيا معلومات، مايكروسوفت وأبل انفيدا وألفابت طيب عايز أقول حاجة بقى، إزاي إن الفكر ده بينقل الشركات لقيمة سوقية عالية جدا. يعني مثلا في شركات أدوية، ليلي مثلا دي كانت صناعة الأدوية زمان، دي أعلى صناعة في الإيرادات وأعلى قيمة سوقية للشركات تمام. دي انشأت سنة 1876، خلي بالك حضرتك من التواريخ ماشي. شركة مايكروسوفت بدأت سنة 1975 وشركة أبل بدأت 1976، يعني الفرق بينهم 100 سنة تمام. شركة ليلي هي رقم 10 دلوقتي رقم 10 بقيمة سوقية 881 تقريبا مليار. طيب مايكروسوفت دلوقتي بتقيم كام اللحظة اللي احنا فيها دي؟ 3 تريليون شفت بقى لك 462 مليار وشوية، يعني قيمتها قد شركة ليلي اللي بقى لها 100 سنة أربع مرات شفتي. أيوة. ده ليه بقى؟ ده عشان شركات بتقدم فكر، شركات بتقدم رؤية، شركات بتقدم تكنولوجي وتكنولوجيا تطبيقية. طيب مايكروسوفت بقى خلينا نتكلم، نقول مايكروسوفت ليه تقدمت، كانت في المركز الثالث، ليه تقدمت السنة دي في المركز الأول؟ عشان استحوذت على 49% من شركة أوبن إي آي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ودي شركة عملت منتجات زي الشات جي بي تي. لو حضرتك عايزة أبحاث، عايزة تعملي دكتوراه، عايزة تعملي، بتكتبي بس أي حاجة بتجيلك كل اللي أنت عايزاه. إذن الفكر النهاردة بقى ليه قيمة غير يعني ثروات طائلة